السلام عليكم، معكم ابن العاصمة. رانا 31 أكتوبر 2019 خاوتي، راني نفيلمي هنا في التمثال تاع ماسينيسا. صح، قبل ما نتكلم إن شاء الله راح نشوف واش راهم لي كاتبين، يعني واش راهم كاتبين تحت تماك. بون خاوتي، سيو قراو، يعني سيو أبي بريا، واش راهم لي كاتبين كاع خرطي في خرطي. بون خاوتي، واش راهم كاتبين كاع كذب في كذب. هذا ماسينيسا خاوتي، المؤرخين واش يقولوا، ماشي انا اللي نقول، المؤرخين مختلفين فيه، مختلفين حتى في اصله. كان اللي يقولوا افريقي، يعني من افريقي، ماشي من شمال افريقيا، يعني افريقي من بشرة سوداء. وكان اللي يقولوا لا يقولوا ماسينيسا مارسيليان، وماشي كامل مختلفين باللي ماسينيسا كان مرسونال مرتزق عند القرطاجيين، عند الفينيقيين. هذا ماشي مختلفين فيها كاع. وكاين مؤرخين واحد اخرين دايرينو باللي خائن، يعني اللي ماشي دايرو خائن، دايرو مرتزق. بصح حنا السؤال يعني المطروح هو، علاش ما داروش تمثال تاع حانيبال، ولا علاش ما داروش تمثال تاع سيفاكس؟ يعني هادو ماشي الناس، ماشي مختلفين فيهم باللي جزائريين وابطال وماتوا على جد الارض هادية. علاش جابوا لنا هذا الانسان هذايا اللي الناس مختلفين فيه، مختلفين في اصله ومختلفين فيه، يعني حتى ولا كان خائن ولا مرتزق، وكاع العلماء كاع مستعرفين باللي هذا هو اللي حل البيبان الروما، يعني هذا اللي حل بيبان شمال افريقيا الروما. هذا كان نحس على شمال افريقيا، يعني كان على المغرب الفينيقي والشرق الفينيقي، هذا نحس كان علينا خاوتي. هذا الانسان هذا دار جيش، هذا اغتصب نسانا، هذا قتل خيار رجالنا، هذا خاوتي هذا قتل اطفالنا خاوتي. على بالك مش معناتها التمثال هذا، معناتها يعني عنده مفهوم واحد، هو معناتها مازلنا عبيد خاوتي. يعني العالم كل يعلم باللي فرنسا هي وريثة روما. هذا الانسان كان جا صح باطل وجزائري، والله ما راهو ليك اليوم لهنا. يعني سبحان الله، اول مره صارت في العالم يعني دوله ولا بلديه من بلديه الجزائر العاصمه، جزيره الجي سونتر، الجزائر الوسطى، تمجد خائن. يا سبحان الله، يعني لحقنا لهذه الدرجه، لهذه السفه، نمجدو خائن. هذا خان الأمة، هذا ذبحنا، هذا باعنا، هذا رجعنا عبيد عند روما هذايا. بصح معليش، هذا خوتي يعني باش تفهموا، هذا رمز قائد الروحي للدولة العميقة، هذا قائد الروحي للشردمة، هذا قائد الروحي للخونة، هذا قائد الروحي للعملاء تاع فرنسا. هذا يقدسوه. وشوف كيفاش يعني المير تاع الجزائر الوسطى. بون، نعرف لكم المير تاع الجزائر الوسطى خاوتي، نعرفه لكم في كلمة واحدة فقط. المير تاع يعني الجزائر الوسطى هو تقدر تقولوا عمارة بن يونس، فولات قسمت على زوج، عندهم نفس العقيدة، نفس الفكر، ويعني التخمام تاعهم كيف بين زوج يخموا كيف من اتباع معطوب الوناس. حتى المير هذا تاع الجزائر الوسطى خاوتي، ودوك يعني زيد نصور لكم واش دار قبل ما يدير هذا ماسينيسا، نوري لكم واش دار، نوري لكم باللي عنده يعني بروجي هنا في العاصمه. بصح واش راح نقول لكم خاوتي، ولا راكو تستناو في القايد صالح يجي ينحيه هذه فوتوها. القايد صالح يعني محال يهضر على هذا العفسه كيما هذه. صح، حنا الشعب، حنا الامه العربيه المسلمه، حنا الجزائريين، باسكو اللي نصبوا هذا التمثال هذا ما راهمش جزائريين خوتي. هذا يا سبحان الله، هذا قتلنا، هذا ذبحنا، هذا اغتصب نسانا، هذا راكم تشوفوا فيه، ما عندكمش غير على بلادكم. سبحان الله، يعني هذا دليل باللي هاد الناس ما همش جزائريين. يا سبحان الله، ما همش جزائريين، ما ياكلوش من بق قلبهم. هذا خاننا، هذا خائن. يا سبحان الله، التاريخ يهضر، ماشي انا اللي نهضر، انا ما عشتش معاه. التاريخ اللي يهضر، العالم كاع يهضر. روحوا سقسي جابوني على ماسينيسا، يقول لك
خائن ولا مرسونار. ويجي المير هذا تاع الجزائر الوسطى، وهذا المير تاع الجزائر الوسطى ماهوش مامبا يعني وليد العاصمه، يعني جا مد الدشرة، جا مد الدشرة خوتي، كي يهضر ينغنغ. واني حير كيفاش حتى ولا مير تاع جزائر الوسطى، تاع مير تاع ارجي سونتر. وهذا الانسان هذا خوتي صاحب بن يونس، صاحبه صاحب عماره بن يونس، يمشي مع عماره بن يونس. هذا شوفوا خوتي، راكم تشوفوا كيفاش يجوا من تيزي وزو، يجوا باش يباتوا هنا. ولا راكم مامنين باللي الشعب راهو اللي ضد الانتخابات؟ علاش تخلي الولايه تاعك وتجي لهنا؟ خلي ولاد العاصمه، خلي سكان العاصمه يخرجوا. علاش تجوا؟ اخرج في تيزي وزو تاعك، علاش تجي حتى لهنا؟ مي بصح خوتي ما نكذبش عليكم، مازال مقلق من المير هذا، باسكو المير هذا ما يحشمش. هذا المير هذا انتهك حرمه العاصميين. المير هذا يا خويا، هذا الماسينيسه تاعك روح ديرو في عزازكا. هاد العاصمه بناوها الفينيقيين، كانوا اسمها ايكوزيوم، يعني هنايا شغل كيما نقولوا سكاره. هاد الانسان هو اللي خلى باش لي روما باش هدموا ايكوزيوم، يعني شغل راهم ينتقموا، راهم ينتقموا عيناني. وجهك صحيح يا المير، ان شاء الله ربي يخرب لك دارك، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يسلط عليك مرتك خوتي. والله ماشي المؤسسة العسكرية غير هادو، واحد فينا ما يقدر لهم. يعني راكو تشوفوا الأحداث كيفاش راهي تتطور، يعني هنا باش الناس ولا المبرداع يعرف علاش القايد صالح ما خرجش مقبل ضد الدولة العميقة. امبوسيبل خوتي، حاكمين كاع الإدارة، حاكمين كاع النقابات، حاكمين كلش، حاكمين البنوك، حاكمين الإدارة، كاع الإدارة تحكمينهم. يعني كان لازم لهم خطة تاع 30 سنة هذوما، وأنت تخطط لهم باش لحقنا لهذا الوقت الحاسم، ولازم نساندوا المؤسسة العسكرية والجيش تاعنا، نساندوه ونوقفوا معاه، ظالم ولا مظلوم. خوتي على بالكم باللي هذوما، هاد الدولة العميقة، هادو الشردمة يضحكوا علينا العالم. على بالك باللي ما صراتش في العالم كاع يمجدوا خائن. يبصح الشردمة هذه، هادو الزواف هذوما، صح كانوا دائما يقولون الجزائر بلاد المعجزات، صح هذه معجزة، خائن تمجدوا وتكرموا، هذه معجزة خوتي. هادو والله 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 لو كان جو جزائريين وفيهم ريحة الجزائريين والله ما يمجدوا ماسينيسا. عيب 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 إنسان، يعني راهم العلماء كاع مختلفين فيه، يعني كاين اللي دايروا خائن، كاين اللي دايرو مرتزق، وكاع دايرينو باللي هو اللي يفتح بيبان الروما. يا سبحان الله، كاين اكثر من خاين اكثر من هكذا. ماشي جزائريين خوتي، محال هادو يكونوا جزائريين، محال. بون خوتي هنا راني في تيلي ملي بالعربيه والله ما على بالي واسمها. هذا الكارتي خوتي من بكري، يعني من وقت فرنسا، ماشي اي فرنسي يسكن هنا. صادوك شوفوا شكون يسكن هنا، روحوا شوفوا وسيفهموا علاش هما اللي يسكنوا هنا. جيت لهنا خوتي باش نوري لكم برك، يعني تشوفوا المير هذا كيفاش يخطط. يا وهذا المير هذا كي تشوفوا في وجهه باين باللي قرنيط، وباين باللي من العصابه. درك تشوفوا، راكم تشوفوا هذه الحديقه خوتي، هذه الجنينه هذه بكري والله ما على بالي واش كانوا اسمها، ما كنتش يعني كاع ننتبه لها، بل كانت ما بوندونيا. هذا المير هذا كي جا لهنا واش دار؟ عاودها زعما استيكاها وكذا، وشوفوا الاسم اللي عطاوه لها، حديقة تيناريتي. ما عبرش يعني ما عبرش كاع منين جاب هذا الاسم. بون هو يقول بلي الله اعلم هذا الاسم تاع الصحراء، يعني تاع التوارق، الله اعلم. صح حنا لو كانوا نقولوا للتاريخ خوتي، بون هو ما به لا توارق لا والو، هما ما يحبوا لا توارق، ما يحبوا حتى واحد، ما يحبوا لا توارق، لا مزابيه، لا شاويه، لا عرب، لا شلوح، لا فحص، لا اندلسيين، لا احضر، ما يحبوا والو. هادو مديورين باش يسابوطيو البلاد خوتي. المهم خوتي الحديقة هادي راهي كبيرة بزاف، ضرب حتى الفوق، باش تشوفوا يعني سبحان الله منين جاب هاد الاسم وعلاش دار هاد الاسم. وهو الاول خوتي اللي بدا يكتب في هاد الرموز هادي البنيقية، هادي الحروف البنيقية، هو الاول اللي بدا يكتب. يعني هذا هو وعمارة بن يونس فولة وتقسمت على زوج، يخمو كيف كيف خوتي، وعلى بالي بلي دايرين زبايل كيف كيف.
المهم يا اخوتي الجزائريين، افتخر انك عربي مسلم، افتخر بعروبتك، وقل انا عربي وافتخر. ولازم توقفوا على بلادكم، ما تستناوش كاش واحد يجي ينصركم، النصر من عند الله عز وجل. ووقفوا على بلادكم ونصروا دينكم ونصروا العقيدة تاعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.